نطمن بشكل اكبر وبشكل ادق كمان على الفرقه هناك في المغرب. خليني سريعا اروح لزميلنا العزيز كريم احمد مرافق بعثه النادي الاهلي في كازابلانكا عشان يطمننا على كل الاجواء والكواليس اللي تتعلق بفريق النادي الاهلي قبل مباراه اليوم. يا كريم مساء الخير عليك، وان شاء الله باذن الله يكون مساء انتصار وفرحه لكل الاهلاويه. اخبارك ايه؟ طمنا عليك في الاول. مساء الخير عليك زميلي العزيز زميل هشام، كل التحيه ليك ولكل جمهورنا، ويا رب ان شاء الله النهارده نشوف فرحه بتملى شوارع مصر ان شاء الله النهارده بتحقيق للنادي الاهلي دفاعه عن اللقب والحصول على لقب البطوله العاشره. عايز اطمنك يا امير طبعا وعلى كل جمهور النادي الاهلي، حاله كبيره جدا من التركيز، معنويات مرتفعه الحقيقه يمكن الفتره اللي فاتت منذ تواجدنا هنا في الدار البيضاء. مجهود كبير جدا بيبذل من اللعيبه، بيتسو موسيماني اصرار وجديه بنشوفها في التدريبات، يمكن كل اللعيبه عارفه اهميه المباراه، اهميه البطوله، اهميه كمان احترام الخصم بشكل كبير جدا، وده اللي بياكد عليه الحقيقه الجهاز الفني بالكامل. المباراه طبعا 90 دقيقه بنتمناها ان شاء الله ما توصلش لبعد كده باذن الله، عندنا ثقه كبيره في كل اللاعبين، جديه اصرار بقى تضحيات النهارده، كل الامور دي النهارده نشوفها مع كل لعيبه النادي الاهلي، وده مش غريبه الحقيقه على كل اللاعبين. عايز اكلمك طبعا كمان زميلي امير، احنا خلاص بتفصلنا ساعات بسيطه جدا طبعا على توجهنا الى مركب محمد الخامس اللي هيستقبل هديه المباراه. لعيبه النادي الاهلي تواجدت صباح اليوم كالعاده طبعا تناول الافطار 10 صباحا، 2:30 كانت وجبه الغداء، وفي انتظار طبعا المحاضره الفنيه الاخيره اللي هتكون هنا في تمام الساعه 5:30 بتوقيت الدار البيضاء، ومنها مباشره 6 مساء يتحرك النادي الاهلي والبعثه بالكامل الى مركب محمد الخامس. يا رب ان شاء الله باذن الله كل الامور دي تكون مع فريق النادي الاهلي، التضحيات الكبيره اللي شفناها والدعم الكبير والمناخ الطيب اللي يمكن قدر يوفره مجلس اداره النادي الاهلي على دار الموسم بالكامل. حققنا بطولات عديده الفتره اللي فاتت، منتظرين اكتر من كده كمان، جيل مميز جدا واستحق مننا كل الدعم وكل المسانده الكبيره، وممكن جمهور النادي الاهلي الحقيقه كمان الفتره اللي فاتت تحديدا كان داعم ومساند، ورسائله وصلت للعيبه بشكل كبير جدا. يا رب ان شاء الله هذا الجيل يقدر يحقق الانجازات ويقدر يحقق بطولات عديده جدا يا رب ان شاء الله، بس التوفيق يكون معانا زميل امير في هذه المباراه، ونقدر باذن الله نعود من الدار البيضاء بهذه البطوله الغاليه جدا على كل جمهور النادي الاهلي. يا رب باذن الله. كريم عايز اطمن على درجه الحراره دلوقتي او بالتحديد في توقيت المباراه هتكون تتراوح ما بين كام وكام؟ هل في رطوبه ولا لا؟ الاجواء المناخيه بشكل عام هتكون اخبارها ايه اثناء انطلاق المباراه يا كريم؟ الحقيقه زميلي امير الجو رائع ومميز جدا منذ وصولنا الحقيقه هنا في الدار البيضاء، يعني 8 مساء دي بيبقى الجو رائع ومميز جدا، ما تقدرش تقول في رطوبه، ما تقدرش تقول في حراره، على قد ما بيكون الجو درجه الحراره بتتراوح من 22 و23 مع بروده خفيفه، ده يعني جو مميز ورائع جدا جدا هنا في المغرب. يمكن اكثر من يوم ناس قالت لنا في تقلبات شويه للجو، لكن صباحا ممكن نقول بيبقى في شمس شويه او حراره بسيطه، لكن يعني ما فيش مقارنه طبعا بحراره مصر طبعا او الجو الحار في مصر، الجو هنا مميز ورائع جدا. يا رب يعني دي حاجه كبيره لعيبه النادي الاهلي ويقدر يستفيد منها بشكل كبير، الجو ما فيهوش اي مشكله، ملعب المباراه كمان ملعب مميز، ويمكن بيتسو موسيماني اتكلم على هذا الامر وقال يمكن الملعب ده ثلاث انواع من النجيله، الراجل دارس كل حاجه، الراجل يعني مركز في كل شيء سواء الفنيات المعلومات طبعا اللي بيقولها لعيبه النادي الاهلي، التحضيرات، ملعب المباراه، ممكن موسى وكبير طبعا مخطط الاحمال قاسوا الملعب بالكامل، الراجل مهتم بامور عديده جدا وصغيره جدا ان شاء الله تفرق معانا بشكل كبير. ويمكن كمان انت ذكرت التشكيل المتوقع، يعني نقدر نقول ده الاقرب بشكل كبير جدا ان لم يحدث طبعا او يجد جديد طبعا منذ تحركنا من هنا الى ملعب المباراه، لكن اي 11 لاعب امير انت عارف هيكونوا متواجدين، هيكون عندهم طبعا يعني اصرار كبير جدا في هذه المباراه. وجود مجلس كابتن محمود الخطيب اللي يمكن كل المجلس الحقيقه تحمل الكثير خلال الفتره الماضيه، يمكن حملات بقى يمكن وضغط كبير جدا، ضبط نفسي كان اكثر من رائع الحقيقه لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، فيا رب ان شاء الله النهارده لاعبتنا النهارده تهدلهم هذا الفوز، وايضا كمان تهدي لكابتن محمود الخطيب الاب طبعا والاخ الاكبر لكل لاعبي النادي الاهلي، وده اللي بنشوفه الحقيقه يا زميلي امير في كل اللقطات اللي بتذاع على شاشه قناه النادي الاهلي، خطوه بخطوه متواجد بيقف مع اللعيبه، رسائل هامه جدا وداعمه بشكل كبير جدا في توقيت بيكون صعب واللعيبه بيوصلها بشكل كبير، فيا رب كل المجهودات دي تكلل بالنجاح النهارده، وان شاء الله باذن الله نعود من كازابلانكا بالبطوله العاشر زميلي امير ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا كريم. طيب بمناسبه الكابتن محمود الخطيب، هل كان في جلسه ما بين الكابتن محمود الخطيب والفريق والجهاز الفني خلال الايام القليله الحاليه، سواء من ساعه ما وصلت المغرب لحد النهارده مثلا قبل المباراه؟ واحنا عارفين دور الكابتن محمود الخطيب دايما حتى لو مفيش اي جلسات هو بيبقى ليه دور، حتى تواجده في حد ذاته بيبقى مهم ودافع كبير جدا بالنسبه للاعيبه، لكن حصل اي حديث ما بين الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين ولا لا؟
يعني ما نقدرش نقول جلسة على قد ما هي كانت يعني جلسات منفردة سريعة بقى مع كل اللاعبين والجهاز الفني. بيتسو موسيماني يمكن في كل التوقيتات تلاقي الكابتن محمود الخطيب ماشي مع الشحات، ماشي مع صلاح، ماشي مع الشناوي بتحفيزه. يمكن اللعيبة زي ما بقول لك زميل أمير وصل لها القيمة الكبيرة المتواجدة معاهم، رئيس النادي الأهلي من أفضل من ارتدى رقم 10 طبعا في أفريقيا كابتن محمود الخطيب، فرسايله الفنية ورسايله الأبوية اللي بكل لعيبة النادي الأهلي بتوصل لهم بشكل كبير جدا. ما نقدرش نقول إن كان في جلسة أو في كلام للعيبة بشكل كامل، لكن أقدر أقول لك إن ممكن بعد لحظات بسيطة جدا قبل توجه اللاعبين الى استاد مركب محمد الخامس نقدر الكابتن محمود الخطيب يجتمع باللاعبين لاقل من دقائق بسيطه جدا في كلمات بسيطه لكن بتصل اللعيبه وبيكون مردودها كبير جدا. بنعمل ان شاء الله زميلي امير مردود كل الامور دي وكل الترتيبات والتحضيرات والتجهيزات على المستوى الفني والمستوى الاداري، كل دي ان شاء الله تترجم بالفوز النهارده، ويا رب ان شاء الله نشوف فرحه زي ما بنشوفها في مصر، كل جمهور النادي الاهلي يتواجد في الشوارع ونقدر ان شاء الله زميلي امير ان لعيبه النادي الاهلي دي تفرح كل شعب مصر ان شاء الله النهارده باذن الله. تمام، احنا عارفين يا كريم ان المباراه من غير جمهور، لكن عدد الحضور هيتمثل في كام واحد مثلا من الفريقين في المدرجات او في المقصوره الخاصه بمركب محمد الخامس؟ يعني نقدر نقول على الجانبين 30 فرد 30 فرد بمجلس الاداره المتواجد، اللعيبه طبعا اللي هتكون خارج السكور، طبعا انت عارف في الجهاز الطبي بعض العمال بيكونوا متواجدين بره، فنقدر نقول 30 فرد بالنسبه لي النادي الاهلي و30 لكايزر تشيفز. لكن انا عارف طبعا يمكن كل مفيش جمهور طبعا متواجد، ويمكن ده امر بيساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا، الطرف كمان كايزر تشيفز يساعد النادي الاهلي بشكل كبير، لكن يعني يا رب ان شاء الله بس التوفيق يكون معانا. انا عايز اكد لك زميل امير اكتر من مره، التركيز كبير والحماس كبير والجديه موجوده، ينقصنا التوفيق بس ان شاء الله في هذه المباراه. وزي ما فوزنا هنا على الوداد وعلى مركب محمد الخامس بنتيجه 2-0، يا رب ان شاء الله تكرر النهارده هذه النتيجه على كايزر تشيفز، وباذن الله ان شاء الله كل الامور تكون معانا في هذه المباراه يا رب باذن الله. طيب للاسف عندنا هنا في مصر بعض يعني المحللين يا كريم او بعض الاعلاميين بيتناولوا المباراه بدرجه قليله شويه من الاهميه نظرا للفريق المنافس اللي هو كايزر تشيفز اللي موجود في نهائي دوري ابطال افريقيا. فالجمهور الاهلي يا كريم قلقان شويه من حته ايه، ان ممكن يكون اللعيبه فاكره ان فريق صن داونز او فريق عفوا كايزر تشيفز ده يعني وصل لهم نفس الاحساس ان اللي بعض بيتكلم فيه ان هو فريق مش زي الوداد او الترجي او كلام من ده. انا عايز منك تاكيد على درجه اهميه هذه المباراه وكيف ينظر لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني لمباراه اليوم تحديدا في نهائي دوري ابطال افريقيا يا كريم. يعني النقطة دي نقطة هامة جدا الحقيقة زميلي أمير، ويمكن الواحد أكد أكثر من مرة الحالة اللي احنا شايفينها مع لعيبة النادي الأهلي وحالة التركيز وحالة التركيز فقط لغير في ال 90 دقيقة وفي تعليمات بيتسو موسيماني دي بتدل وبتدي إشارة بشكل كبير جدا إن لا تهاون مع الخصم، ومفيش حد يقدر يقلل من كايزر تشيفز مهما كان. ده الكلام الحقيقة اللي بيقوله بيتسو موسيماني، ده اللعيبة الكبار أيمن أشرف وليد سليمان سعد سمير الشناوي السلية كل اللعيبة بتأكد على هذا الأمر. في بعض اللعيبة يمكن في ذهنها يقول لك احنا مغلوبين 2-0، احنا هنلعب مباراة ذهاب وعودة، هي مش مباراة واحدة، على أساس الحافز يكون أكبر ويبقى اللعيب نازل مضغوط بشكل كبير. ويمكن لعيبه النادي الاهلي اتحطت في الضغط ده بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضيه، اللعيبه مركزه امير، وزي ما بقول لك النهارده عايزين نشوف التضحيات وعايزين نشوف انكار الذات، عايزين نشوف كل حاجه النهارده من لعيبه النادي الاهلي، وده اللي احنا هنشوفه. الاشاره اللي يمكن بنشوفها في التدريبات كل يوم من حماس ومن جديه ومن تحيه موسيماني لكل اللاعبين على تنفيذ الهجمات المرتدات الكروسات ضربات الجزاء، كل الامور دي الحقيقه مديانه طمانينه بشكل كبير. ومن خلالك يعني لازم نطمن جمهور النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي في قمه تركيزها، لعيبه النادي الاهلي ارفع اهميه المباراة، لا يتهاون مع كايزر تشيفز، وعندنا امل كبير جدا ان احنا نقدر نحرز هدف واثنين وثلاثه. بس لا، كل ده يرجع امير بحاجه واحده، شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء اللي بنعمل ان شاء الله تكون متواجده النهارده في 90 دقيقه على ملعب مركب محمد الخامس. يا رب باذن الله يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا، وباذن الله تعالى ترجعوا لنا بالبطوله وتفرحوا كل الاهلاويه ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا.